السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله سكشن كلينيكال هنتكلم فيه على الارتيريور بلاد جازز، وازاي هي ممكن تقولنا اذا كان عندي اسيد بيز ديس اوردر ولا لا. طيب مين هم بقى الارتيريور بلاد جازز اللي ببص عليهم؟ ببص على البايكارب، وببص على الكربون دايوكسيد، وببص على الاكسجين والساتوريتد اكسجين. تمام. طيب اول حاجه ببص عليها في تحليل الاسيد بيز بيبقى طالع كده، عارفين شكل ريسيت كده، شبه الريسيت كده بيبقى طالع بتاع الارتيريال بلاد جازز ده. ببص على اول حاجه البي اتش بتاعه البلاد. النورمال بي اتش بتاعه البلاد من 7.35 to 7.45. سو اقل من 7.35 يبقى احنا كده بنتكلم ان انا عندي برايمري اسيدوزز، او في كوز كبير هو عامل لي اسيدوزز. طب لو البي اتش كانت اعلى من 7.45 معنى كده ان انا عندي الكالوزس. طيب ايه الحاجات المهمه التانية اللي لازم نبقى عارفين النورمال بتاعها؟ عندي الكربون دايوكسيد من 35 ل 45، البايكارب من 22 ل 26. دول الحاجات المين اللي احنا هنشتغل بيهم. فاحنا لازم تميمورايز الكربون دايوكسيد النورمال بتاعه كام، والبايكارب النورمال بتاعه كام، والنورمال بي اتش بكام النورمال بتاعها. تمام. طيب ايه بقى التايبس بتاعه الاسيد بيز ديس اوردرز اللي احنا ممكن تقابلنا؟ عندي نوعين، يا اما ميتابوليك ديس اوردر يا اما ريسبيراتوري ديس اوردر. ميتابوليك ديس اوردر زي مثلا لو قلنا الدي كي اي اللي هي الامرجنسي بتاعه الهايبرجلايسيميا بتاعه تايب دايابيتس ميليتس. تمام. فدي كده الهايب الدي كي اي دي بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي بنسميها دايابيتك كيتو اسيدوزس، لان الجلوكوز بيبقى عالي قوي فالكيتونز بتطلع كتيره جدا، والكيتونز دي اسيدك وبالتالي هتعمل لي تخلي لي البي اتش بتاعه البلاد اسيدك، فهتعمل لي ايه؟ هتقلل لي البي اتش بتاعه البلاد فهتبقى اسيدوزس. خلاص. طبعا البايكارب ده بروتون فهو زيه زي اللي هو ده اللي بيحدد لي بالنسبه لي ان هو لما هيقل هبقى في اسيدوزس، لما هعلى هبقى في الكالوزس. طيب ريسبيراتوري ديس اوردر، ريسبيراتوري ديس اوردر زي مثلا القبض. القبض لو دخلنا في امرجنسي منه كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، تمام، ساعتها ممكن يحصل عندي ايه؟ ممكن يحصل عندي respiratory disorder يا اما acidosis يا اما alkalosis. زي ما احنا متعودين بقى من ايه؟ من ربنا دايما خلق لنا جسمنا دايما يحب يعمل compensation. فاكرين الهارت فيلير؟ فاكرين الكومبنسيشن بتاعه؟ انا بيبقى عندي برضو هنا compensation اول ما بيحصل تغيرات في البي اتش بتاعه البلاد علشان اعدلها بسرعه، فجسمي بيبتدي يتصرف. لو انا عندي changes مثلا ان انا عندي metabolic acidosis، فخلاص فالrespiration يبتدي يظبط عندي لحد ما يبقى عندي يعلي لي الايه، يعلي لي يقلل لي الكربون دايوكسيد، وبالتالي ادخل في respiratory ايه alkalosis. فالalkalosis اللي تحصل عندي تظبط لي الميتابوليك acidosis اللي حصلت، والعكس لو انا عندي ميتابوليك الكالوزس فاللي يظبطها ايه؟ الريسبيراتوري اسيدوزس. خلاص. عشان كده لو لاحظنا هنلاقي دايما الكومبنسيشن بتاع الريسبيراتوري بيبقى اسرع بكتير من الكومبنسيشن بتاع الميتابوليك. يعني انا لو عندي ميتابوليك ديس اوردر اسيدوزس او الكالوزس بالتنفس وبالريسبيريشن بتاعي، خلاص، ان انا مثلا بقى لو انا عندي ميتابوليك اسيدوزس اللي بيحصل بإنكريز الريسبيراتوري ريت علشان أطلع الكربون دايوكسيد كتير، أقعد أخرج كربون دايوكسيد من عندي مع النفس الكتير، وبالتالي أعلي البي اتش وأظبط الأسيدوزس اللي حاصلة عندي نتيجة الميتابوليك ديس أوردر، والعكس بالعكس. طيب الميتابوليك كومبنسيشن بقى لو أنا عندي ريسبيراتوري ديس أوردر، مشكلة الميتابوليك كومبنسيشن إن هو بيعتمد على الكدني، وبعدين فبان هو بيعمل ايه؟ الكدني بتعمل ريجوليشن، بتظبط تاني الاكسكريشن او الريزولشن بتاع مين؟ بتاع البايكارب والهيدروجين عشان تظبط لي الدنيا اللي حاصله عندي. فمثلا لو انا عندي ريسبيراتوري اسيدوزس
بيحصل عندي ميتابوليك الكالوزس عشان اظبطها بقى، انكريز بقى، بطلع بقى، ما بخليش باي كارب ينزل كتير في اليورين واخليه موجود في الدم عشان يظبط لي الدنيا. والعكس بيحصل، الالكالوزس قدامها ميتابوليك اسيدوزس. طيب بس انا عندي هنا مشكله ان الكدني مش بتعرف تتصرف بسرعه زي الريسبيراتوري سيستم بتاعتنا، وبالتالي هشوف تعويض او الكومبنسيشن بتاع الريسبيريشن للميتابوليك ديس اوردر على طول في اكيوت هيبان عندي. لو كرونيك ديس اوردر، لو هو ريسبيراتوري اسيدوزس مثلا وكرونيك ديس اوردر بالنسبه لي خلاص، هيحصل ميتابوليك الكالوزس ليه مع الوقت. احنا بنقول مثلا ان الكدني محتاجه اراوند 3 ايام عشان خاطر تعرف تعوض الاسيدوزس اللي حاصله او الالكالوزس اللي حاصله. تمام. طيب احنا عندنا هنا ايه الميتابوليك اسيدوزس مثلا اسيد بيس ديستربنس. لو هو برايمري ديس اوردر هنلاقي البايكارب نزل تقريبا 1 ملي مول بير لتر عن النورمال. بيحصل او كل بايكارب بينزل ب 1 ملي مول بير لتر، قدامه بيحصل عندي ان الكربون دايوكسيد في الكومبنسيشن بيقل. تمام. علشان ايه؟ يودي لي الاسيدوزس اللي حصل عندي دي باي 1.2 ملي متر بركري. طب لو العكس بقى، لو عندي ميتابوليك الكالوزس، احنا اتفقنا فاكرين احنا قلنا ايه؟ قلنا دايما الريسبيراتوري سيستم بيتصرف احسن من الكدني. يبقى قدام كل باي كارب بيعلى عندي بيزيد ب 1 ملي مور بير لتر، الكربون دايوكسيد بيزيد ب 0.7 ملي متر ميركري. تمام. عشان يظبط ايه؟ الالكالوزس. ما الكالوزس يعني باي كارب ماله عالي، وبالتالي الكربون دايوكسيد لازم يزيد عشان يزود لي شويه البي اتش فيظبط ونبقى في النورمال بي اتش. تمام. طيب ريسبيراتوري بقى اسيدوزس، هنا بقى لو خدتوا بالكم بدانا نقسم اهو، هي كرونيك ولا اكيوت؟ فليه؟ لان احنا قلنا الكدني بتاخد وقت. شايفين الكرونيك لو بنتكلم اكتر من 3 ايام نفس الرقم بتاع الكربون دايوكسيد اهو ثابت، العلو بتاعه 10 ملم ميركري. تمام. لقينا الايه؟ الباي كارب لما قعدنا 3 ايام زاد ب 3.5 ملي مول بير لتر، لكن لو كنا اكيوت اقل من 3 هنلاقيه زايد بمين؟ ب 1. وده يفرق لي حاله الاكيوت من الكرونيك في الريسبيراتوري ديس اوردر. تمام. بنشوف هو الباي كارب التغيرات فيه عاملة ازاي، قليلة صغيرة ولا عالية؟ لو عالية يبقى احنا كده بنتكلم في chronic disorder، لو قليلة يبقى انا كده بتكلم في acute disorder. والعكس لو احنا قلنا في respiratory alkalosis الchronic اهي اكتر من 3 ايام، carbon dioxide قلل ب 10 ملم mercury، البايكارب قدامه قلب قد ايه بقالنا 3 ايام؟ قلب 4 ملي مول بير لتر. طب الاكيوت اقل بكام؟ بيدوبك باتنين، لسه ما كملش، احنا بقالنا ايه؟ اقل من 3 ايام، وبالتالي الكومبنسيشن لسه مش عارف يظبط قوي. نركز بقى هنا جامد مع بعض، ايه الستبس او الخطوات اللي هي مطلوبه مني لما امسك الريسيت بتاع الارتيريال بلاد جازز دي اعرف ابص عليه بسرعه واقول هو العيان ده عنده اسيدوزس ولا عنده الكالوزس. تمام. اول حاجه بشوفها ببص على البي اتش. البي اتش لو اقل من 7.35 يبقى انا كده بتكلم فين؟ في اسيدوزس. اعلى من 7.45 يبقى انا بتكلم في الكالوزس. دي اول حاجه ببص عليها عندي. طيب وببص على مين؟ الكربون دايوكسيد. يبقى البي اتش والكربون دايوكسيد لو واحد منهم سواء البي اتش او الكربون دايوكسيد او الاثنين مع بعض مش في النورمال رينج، يبقى انا كده عندي اسيد بيس ديس اوردر. يبقى دي اول حاجه، يبقى اول ستيب بعملها تاني ببص على مين؟ على البي اتش والكربون دايوكسيد. واحد منهم متغير او الاثنين متغيرين يبقى انا كده عندي اسيد بيس ديس اوردر. طيب تاني حاجه بقى عندي ابص على مين؟ الاتجاهات. اتجاهات يعني ايه؟ الاتجاهات يعني الزيادة والنقصان فوق وتحت. تمام. لو انا لقيت البي اتش والكربون دايوكسيد ماشيين مع بعض، يعني الاتنين عاليين او الاتنين قليلين، يبقى انا كده بتكلم في ايه؟ في ميتابوليك ديس اوردر. خلاص. لو عكس بعض يبقى انا بتكلم في ايه؟ في ريسبيراتوري ديس اوردر. تمام.
طيب بعد كده بقى بعمل ايه؟ بشوف الكربون دايوكسيد عالية والـ pH قليل، خلاص يبقى انا كده قلنا بتكلم على ايه؟ respiratory ايه؟ acidosis. طب لو البايكارب هي اللي قليلة يبقى انا عندي ايه؟ metabolic acidosis. تاني نجمع كده المعلومات تاني مع بعض. اول حاجة ببص على الـ pH او الكربون دايوكسيد، واحد منهم او الاثنين مع بعض مش في النورمال رينج يبقى انا كده ايه مشكلتي؟ انا كده عندي acid base disorder لسه محددناهاش. طيب الـ pH قليلة اقل من النورمال، اقل من 7.35، يبقى انا كده بتكلم في acidosis. طيب الـ pH اعلى من 7.45 يبقى انا كده بتكلم في alkalosis. طب دلوقتي انا اتكلمت خلاص، حددت ان انا already عندي مشكلة، عندي disorder. تاني مشكلة حددت انا عندي acidosis ولا عندي alkalosis. طيب تالت حاجة عايزة اعرفها، عايزة اعرف هي respiratory ولا metabolic. ببص على الاتجاهات، لو الـ pH و الكربون دايوكسيد ماشيين مع بعض يعني الاثنين عاليين او الاثنين قليلين يبقى انا كده بتكلم في ايه؟ في ميتابوليك ديس اوردر. طيب لو هما عكس بعض يعني الـ pH قليلة والكربون دايوكسيد عالي، او العكس الـ pH عالية والكربون دايوكسيد قليل، يبقى انا كده بتكلم في ريسبيراتوري ديس اوردر. يبقى دي تالت خطوة بالنسبة لي. يبقى اول خطوة انا حددت انا عندي مشكلة ولا لا، تاني خطوة ببص على الـ pH وبشوف هو أنا في acidosis ولا alkalosis، تالت step بالنسبة لي بحدد هو أنا كده respiratory ولا metabolic. طيب بعد كده بحسب اختراع كده أو حاجة equation بعملها اسمها الـ anion gap. طيب الـ anion gap دي بحسبها ليه؟ خلينا نقول الـ equation بتاعتها وبعدين نقول هنحسبها ليه. طيب بنحسبها بإيه equation بتاعتها؟ الصوديوم ماينس مجموع الكلورايد والبايكارب، تمام؟ النورمال رينج بتاعة الانايون جاب كام؟ من 6 ل 12 ملي اكويفالنت بير لتر. لو الانايون جاب اكتر من 12 يبقى انا عندي برايمري ميتابوليك اسيدوزس ريجاردلس للبي اتش والبايكارب. يبقى ناخد بالنا بقى، يبقى انا ممكن يبقى عندي ميتابوليك اسيدوزس بس انا مش شايفها، لسه ما بانتش عندي في الـ pH او في البايكارب. بعرفها منين؟ بعرفها من الـ anion gap. لو كانت اعلى من 12 ولسه ما سمعش في الـ pH والبايكارب هتبان عندي ان انا عندي primary metabolic acidosis. metabolic acidosis لازم ابص عليها والحق اصلحها. طيب عندي كمان ناس بيبقى عندهم mixed acid base disorder. طب عشان اعرف الـ mixed acid base disorder ده هنعرفه ازاي؟ for example انا عندي لو العيان عندي الالبومين بتاعه قليل، خلاص الانايون جاب بتقل ب 2.5 ل 3 ملي ايكويفالنت بير لتر لكل 1 ملي جرام سيرم البومين اقل من 4. يعني لو انا قلت ان النورمال بتاعي في الالبومين 4، 1 كل 1 جرام اقل يعني كل يعني مثلا لو بقينا 3، لو بقيت 3 معنى كده ان هيحصل عندي ديكريز في الانايون جاب من 2.5 ل 3 ملي. يبقى ناخد بالنا ان يشوف الالبومين، دي من الحاجات المهمه. الجمله دي اللي انا عايزين نوصله منها ايه؟ ان الالبومين ليفل مهم، لازم تبقى قايسه وشايف انت ايه اللي عامل لك مشكله ان الانايون جاب قليله اقل من 12 اقل من 6. ليه؟ احنا قلنا الرينج بتاعها من 6 ل 12. لو اقل من 6 لازم نبص على الالبومين بتاع العيان ده ونشوفه كام. طيب نيجي بقى تاني للعيانين اللي انا قلت ممكن يبقى عندهم mixed acid base disorder، يعني يبقى عنده حاجة عاملة له acidosis وحاجة عاملة له alkalosis، او حاجة عاملة له acidosis وحاجة تانية برضو عاملة له acidosis او العكس. طيب بنعرفها ازاي؟ فاكرين الانايون جاب اللي احنا حسبناها اللي هي بتاعة الصوديوم ماينس مجموع الكلورايد والبايكارب؟ بقوم ايه عاملة ايه؟ بجيب التوتال انايون جاب اللي انت حسبتها بتاعة البيشنت بتاعك ماينس النورمال انايون جاب اللي هي كانت 12. بقول التوتال ماينس 12، بشوف الرقم اللي هيطلع عندي. لو الرقم اكبر من 30 يبقى انا عندي ايه؟ ميتابوليك الكالوزيس. في ميتابوليك الكالوزيس تانية مستخبية ورا الحاجة اللي انت
شايفها قدامك. ورا البرايمري اسيدوزس اللي انت شايفها، ورا سوري ورا البرايمري ديس اوردر اللي انت شايفها، في كمان حاجه عامله ميتابوليك الكالوزس لازم ندور عليها ونحلها. طيب لو النتيجه طلعت عندي اقل من 23 يبقى انا ايه؟ يبقى انا هنا عندي ميتابوليك اسيدوزس، تمام؟ يبقى لو اعلى من 30 يبقى انا عندي ميتابوليك الكالوزس، اقل من 23 يبقى انا عندي ميتابوليك اسيدوزس. هنا السلايد دي بتتكلم على الكوزس بتاعت الريسبيراتوري اسيدوزس او الكالوزس او ميتابوليك اسيدوزس او الكالوزس، خلاص ديفرنت كوزس زي ما احنا شايفين مكتوبه. هنركز بس ان نبص مع بعض، دي كلها اكزامبلز عادي عدينا فيها، بس نبص على اخر واحده الميتابوليك الكالوزس. اليورين كلورايد لو لقيناه في الميتابوليك الكالوزس اعلى من 25 معنى كده ان الالكالوزس دي كلورايد ريزيستنت، يعني مش هينفع نعالجها ان احنا ندي العيان كلورايد، وده معناه ان العيان ده عنده هايبو الدوستيرونيزم، عشان كده بنديله الدوستيرون انتاجونست في التريتمنت بتاعه. لو اليورين كلورايد اقل من 25 معناها ان هي كلورايد ريسبونسيف، وبندي كلورايد للعيان بتاعنا ده في التريتمنت بتاعه. طيب ايه بقى التريتمنت بتاعنا؟ اول حاجه لازم في كل الانواع سواء ريسبيراتوري او ميتابوليك اسيدوز او الكالوزس لازم ادور على الكوز اللي عامل لي المشكله دي واعالجه. طيب ريسبيراتوري اسيدوزس غالبا هالمشكله هتتحل بالفنتيليشن سواء انفيسيف او نون انفيسيف، سواء ركبت ماسك اوكسجين يعني او بدات تعمل انتيوبيشن عشان العيان يعرف يتنفس كويس. طيب ريسبيراتوري الكالوزس زي ما اتفقنا هنعالج الكوز لازم، وبعدين ندي اوكسجين سبلمنتيشن برده وفنتيليشن للعيان، تمام؟ طيب ميتابوليك اسيدوزس نكوركت الكوز زي ما اتفقنا، وهنبتدي نعمل ايه بقى؟ هي اسيدوزس، فهبتدي ادي بقى استعمل بيزس عندي اللي هي الصوديوم باي كارب او الثام، بي كونسيدرد الايه في النون اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس. فعارفين مين النون اناين جاب؟ احنا قلنا عليها نون اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس، يعني اللي هي لما حسبنا الفرق بتاعه التوتال ماينس ال 12 الفرق بتاعنا طلع اقل من 23 وبقت نون اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس، تمام؟ ما عنديش مشكله. او ان انت في الاول لما حسبت الاناين جاب اصلا طلعت لي في النورمال رينج اللي هي من 6 ل 12 وما كانش عندك مشكله، تمام؟ طيب ميتابوليك الكالوزس كوركت الكوز بقى، وزي ما اتفقنا لو اليورين كلورايد اقل من 25 اتفقنا ان هي هتبقى كلورايد ريسبونسيف، فهنديها تريتمنت صوديوم كلورايد او HCl. لو سيفير قوي ممكن ندي اسيتازولاماين. لو اليورين كلورايد اعلى من 25 اتفقنا ان غالبا هيبقى عندي هايبر الدوستيرونيزم، وبالتالي بدي بوتاسيوم الدوستيرون انتاجونست او بدي اسيتازولاماين.